ايه في العالم بيجنوا فيكم عرفت له يعني بتصيروا ايه بيحبوكم يعني شو حلو اكيد كان بيحبك وبيحب ابتسام كتير بس اهم شيء تكملوا هيك لما بدها اهم شيء ما تقولوا انه خلص عملت استراك وخلص لما طلعت ابتسام راح على المدرسه شو عم تحكي؟ ترشق عم ترشق لما طلعت بسام بالفراغ بتضحك ايه؟ ايه؟ جد لما طلعت بسام ما راح على المدرسة مهضوم والله كان عم بهيدا الصغير اللي بيحمل جولد وعروسه يعني عن جد عن جد دايما هيك انت؟ انا دايما هيك اكسيتي يعني؟ شو اكسيتي؟ يعني متحمس متحمس يعني بس اكسيتي لا في يعني متحمس هايبر يعني طب ممكن تشيل السكينه من ايدك يعني مثلا ما في يعني عشان حاسس اقف مره تقوم فاهم واقفه حاسس ايه كثير هو قال هي بعده واقف ليه عملها قبل كده يا حرام ذاك او ماي جاد اه ما دخل عند رحلونا على الارض احكي لي ليه حتى القطه يا كان عم يقتل القطه لا مين هي انا مين هاي هاي بس طب معقولة جابوا لك قد ايه مهضومة بس كان عندي أربع شعر بس أنا قصصت له اثنين عطشت اثنين شعرتين كان عنده أربعة هو كان عنده أربعة بس أنا قصصت له اثنين طب معقولة شكله؟ لا لا كمان زي صغنن عشان بحب النيلان بتعرف شو شو سميتي؟ لا أنا ما سميت ده في واحد فوق سمير بس ده ملوش اسم اه لا بدنا نقيس لا يعني ليا بيسترك 11 بدنا نسمي هيدا الشيء شو كان اسم بيبي تبعك هيك هيدا ميموري للكل انه يلا بدنا نلاقي اسم كمان كتب له اسمه على هيدا ليا سميته سميه انت يا ليا سميه ليا بس انه تخيلي بليز لا ولا ليا لا شوف تعال ليا بيشبه شعرات هو ولد مش بنت ولد بالمصري يعني شاب شاب صاب كان راح اقول لك بس كيف عرفت انه ولد قصدي يعني ولد نحن انه صغير يعني كان عينك شو بده بالغلط كيف ناسين يعني كيف ناسين ولد شو بده بالغلط اوكي سو راح نسميه ولد أكيش رح نسميه ولا طب خلاص يا نسيم أنا بقول باربي واو ويلكم ويلكم باربي تعال هون باربي تمام أوكي خلاص اتفقنا تمام بدنا نكتب اسمه يلا بدنا مطرح نكتب اسمه لكن فوق حتة لا تعال هنا بدنا ناخذ سيلفي مع باربي اوكي كمان يلا قدام الكاميرايات حبيبي بس قبل بدنا نكتب اسمه اوكي لكن كويس نحن كيف لو ديسات اكتبي انا اكتبي لو 18 ما صارت يعني لو ديزويت يلا لو ديزويت ما بيأثر لا ديسات او ديزويت حنسامحك ديزويت يلا حنعتبر اخذ ديزويت حنعتبر نحن هلا ثلاثة ديسات او ديزويت خلص اوكي ديزويت 0-1 كنت حطوا كدوية تحت؟ يا 2016 كنت روز بيزا عليك كدوية هايدي ليا مخول أنا بكتب بس اسم باربي شوف شو حلو اللي تبع حس هذا أيام أول أبجدية عرفت أول تعلم الله ليا مخول نين؟ أكا شو يعني أكا؟ باربي الله لك شو هيك نجيب لك بقدونس مزينين شو رح توقعي كثير مهضومة عم تخيل كيف تتبع على الانستغرام مثلا انت لا ما في كلويات ستار اكاديمي سو باربي وبدنا ناخذ سيلفي يلا كمان يا بعرف هي هذيك خليها عادي بنحب اللي هناك بنخرج على هذيك هذيك كمان سيلفي نحن شيء قررنا حطيت هيدا مكان واسع وده مساحة كبيرة حطيت هيدا هون عم تمزح عليها عم تمزح وين تحطه؟ سشوار بالمسرح انه حطيه وانت ما بدك يلا بس بدنا نشوف وجهه وجه سو سيلفي مع باربي
مع باربي واللي سانك ديرني كانديدا دو لا ستاركونس. 1 2 3 طبعا باكل. ثانك يو. ثانك يو. وي لاف يو. وي لاف يو.